مساء الخير او صباح الخير على حسب توقيت اللي هيشوف معايا الفيديو دلوقتي. احنا لسه مكملين بقيه جولاتنا في بازار في مول مصر يا جماعه، ومعانا دلوقتي ام اند ام بوتيك هوم وير مع احلى ملوكه في الدنيا، منوره الدنيا ملوكه. البراند بتاعهم هوم وير يا جماعه، اتكلمنا دلوقتي هي بنفسها، هتكلمنا على البراند بتاعها وعلى الاسعار والماتيريال، وهتقول لنا ايه اللي موجود عندهم. وكمان على فكره خدنا لكم كمان خصم منهم، اي حد هيجي من طرف قناه نور وهيقول لملوكه ان احنا بنشوفناكم عن طريق نور او احنا جايين عن طريق نور، هياخد نسبه ديسكاونت على اي قطعه هو هيشتريها، صح كده؟ فيلا بقى تعالوا نشوف هما بيعملوا ايه وايه الدنيا بتاعتهم دي، ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ انا ملك ام اند ام بوتيك. النهارده هكلمكم على البراند بتاعنا. احنا عندنا هوم وير وعندنا كمان كاجوال مصري وتركي. الاسعار بالنسبه للهوم وير بتبدا من 350. ممكن اوريكم؟ اتفضلي. ورينا طبعا. الهوم وير بتقول بتبدا من اول 350 يا جماعه. هي اتفرجنا دلوقتي على كوليكشن بتاعهم، بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه. يعني احلى حاجه في الكوليكشن اللي موجود في الهوم وير الديزاين والماتيريال بصراحه حلو قوي. ده الكريسماس، تمام. ده نفس الكلام برده، تمام. طبعا الفرو ناعم، مش خشن. الفرو بتاعهم حلو قوي، بصوا دي زي كده، تمام. دول تركي. ده تركي. ده عامل كام؟ ده عامل 950. وده 850. ده مستورد. اسعار الجواكت عامه بتبقى عاليه معروفه، وبالذات المستورد، تمام. ماشي. احنا الفوشيا، تمام، حلو قوي. بصوا هم عندهم اونلاين، هم ما عندهمش ستور دلوقتي حاليا، يعني ما عندهمش محل، فاي حد هيعوز منهم احنا هنسيب اللينك بتاعهم في صندوق الوصف الكومنت المثبت عشان يطلب. فرجينا بقى على الكوليكشن البيجامات شويه، حاجه زي دي برضو، تمام. حلو قوي الفرو دي، جميله جدا. ده بتاع الكوت من تحت كده، حلو قوي. دي تعمل لها كام يا استاذه ملك؟ دي ب 450. ب 450، تمام. السايز عندكم من كام لكام؟ من ميديم لحد 2 اكس لارج. من ميديم ل 2 اكس لارج، يعني اعلى حاجه هي 2 اكس لارج، مفيش اعلى من كده، صح كده؟ تمام. والاصل مفيش بناتي، هو حريمي بس، صح؟ في حاجات اطفال بقى، في اطفال 12 سنه كده، يعني في اطفال بجد عندك. طب ممكن تفرجينا على الكوليكشن؟ اتفضلي. بصوا كل الكوليكشن اللي موجود ده تركي، هنوريه لكم دلوقتي، بس هي هتورينا العينات الاطفال اللي هم يعني مشاركين بيها في المعرض، تمام. دي بيجامه، دي بناتي، هي بناتي بس ما فيش اولاد، صح كده؟ بنات بس. من سن كام لكام البنات؟ في من يعني 3 سنين 6 سنين 4 سنين 8 سنين، في كل الاعمار، تمام. حلو جدا. والوبر بصوا يا جماعه، بصوا الوبر البطانه من جوه ازاي تحفه. دي تعمل لها كام يا استاذه ملك؟ دي 350. 350 البيجامه. طب حلوه جدا، حلو جدا. بصوا الكوليكشن كمان بتاعهم، اللي هو الفرو عامل ازاي. يعني انا عايزه افرجكم برضو حاجات موجوده، شوفي كده. هو ده المفروض بيجامه، صح كده؟ ثلاث قطع، ثلاث قطع اللي هي المفروض الجاكيت والتوب والبنطلون، دول ثلاث قطع مع بعض. عاملين كام الثلاث قطع دول؟ قطع عاملين 550. 550 الثلاث قطع، بس ما شاء الله حلو جدا. بصوا الماتيريال ثقيله، فعلا خفيفه فعلا، حتى برضو البازي برضو من تحت تقيل مش خفيف، يعني بصراحه حلو جدا. والبنطلون برضو من جوه برضو فرو شويه اهو، لا متبطن، حلو بصراحه جدا جدا جدا. طب ممكن نشوف كام بيجامه حضرتك توريها لنا؟ في دفايات بقى زي كده، تمام. دي دفايه، شكلها حلو قوي، بصوا شكلها جميل، لونها الفيروزي الفاتح ده حلو قوي. دي عامله كام يا استاذه؟ دي 420. كله متبطن، مفيش حاجه، حلوه قوي. متبطن من جوه، ما انت عارفه لازم الناس بتدقق في التفاصيل دي. بس ودي حلوه جدا برضو. دي بصوا يا جماعه، بصوا السيموني دي برضو في القطط بتاعتها برضو تحفه تحفه. السيموني ديت البنطلون ده بتاعها، وفي الوان تانية هتفرجها لنا هي عليها استاذه ملك، عشان هي اللي عارفه اكتر مننا. اتفضلي. بصوا البيجامه تحفه، بصوا
بصوا البيجاما يا جماعه، بصوا تقيله ما شاء الله، تقيله فرو جوه تحفه. بكام يا استاذه ملك دي؟ ب 450. تحفه تحفه بجد، الماتيريال والفينش بتاعها والبطانه كل حاجه بصراحه جميله 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 والله. لا الحقي لا بجد بجد حاجاتكم روعه، لو ما كانش روعه كنت صورت معاكم، لان انا فعلا بنطقي والله. يعني البازار بصوا ما شاء الله يا جماعه مليان ازاي، ده لسه في كمان كده يعني ما الله اكبر يعني كتير جدا. بس احنا بنحب دايما ننتقي الناس اللي احنا نصور معاها، مش اي حد بنصور معاه ومش اي حد يعني بنرشحه ليكم. فعايزين كمان نشوف الحاجات والله. بصوا انا عايزه افرجكم، بصوا في بيجامات عندهم كحلي، اوريكم بيجامه كحلي كمان زي كده مثلا ليهم، ده العرايس اللي عايزه مثلا تلبس حاجات زي كده. في منها اللون الموف او البتنجاني، بصوا خليها تفرجنا برضو على حاجه زي كده، فرجينا على البيجامه الرائعه دي، دي للعرايس انا عارفه. لا وكمان لو حد لسه خارج من ولاده وعايزين حاجات بزراير. معاكي حق، صح فعلا. تحفه تحفه. في منها الموف برضو، وفي منها الموف يا انا صورتها وقلت لهم اللي في منها الموف دي عامله كام يا استاذه ملك؟ دي 475. 475. لا حلو جدا ما شاء الله، جميله 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 بجد. احنا كمان هنلف معاها كمان ونوريكم، يعني انا بحاول كده بالكاميرا ايه اسرق لكم كده شويه في التصوير، عشان هم عندهم كذا حد بيجي يتكلم معاهم، بس احنا عايزين نلف شويه ونروح نصور اللي موجود. تعالي معايا نصور اللي هو السلوبيتات بقى والحاجات الحلوه دي. بكام السلوبيت ده يا استاذه ملا؟ ب 450 سلوبيت. تحفه تحفه، بصوا الوبر بتاعه عامل ازاي، بصوا بصوا يا جماعه، بصوا الماتيريال ده الابيض، ده الجري، ده الروز وجري صح كده، ده الروز وده الجري بتاعه، وفي كمان الفاتح منه. حلو قوي، حلو جدا. ده كلمينا بقى على الحاجات دي. ده زي ما قلت لك تركي برضو. تمام تمام. في حاجه زي كده بكام عامله؟ دول ب 650 تركي برضو. تركي برضو ده مستور. تمام. بينك بس475. ده حلو جدا، ده فري سايز يا جماعه، عندهم اغلب الشغل زي ما انتم شايفين فري سايز، ده كله ده فري سايز. بصوا بصوا الشغل عامل ازاي، يعني ما شاء الله بصراحه حلو قوي، فري سايز فري سايز حلو جدا. بصوا بصوا لا حلوه حلوه قوي، بصوا حتى هنا فيها روب حتى مبطن، بس حلوه قوي. هنا في برده روب قصير شويه، هنا شيء هنا في شالات اهو، هنا برده شال. تحفه تحفه. طيب اي حد بقى يا استاذه ملك هيجي لك؟ اي حد يجي من طرفك بس يقول ان هو من تبع قناه نور ان شاء الله هيبقى ليه خصم على طول على اي قطعه هياخدها. طب الشحن بيبقى لاي مكان؟ اي مكان جوه القاهره او خارج القاهره. جوه القاهره او خارج القاهره عادي. طب الانستجرام ولا الفيسبوك هو بنفس الاسم ده؟ الانستجرام بس هو اللي موجود، لكن مالكوش اي اكونت تاني على الفيسبوك؟ بس احنا شغالين اكتر على الاكتر على الانستا، يعني الموديلات اللي عايز يتفرج عليها يدخل على الانستا اكتر، صح كده؟ شرفنا معرفتكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وعقبال المعرض المليون، وعقبال الستور المليون كمان. شكرا ليكي جدا، شكرا.